وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. برحب مرة تانية بالشيخ أحمد المالكي. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب. شيخ أحمد تعالى نبدأ كده الفقرة ونشوف مع مشاهدينا أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر ونرجع نعلق عليه. قوليلي يا حاجة أم صباح، لما مؤسسة فذكر جت المؤسسة عملت ايه؟ جابت لي صرفوا لي فلوس وبنون وجابوا لي خشب وسقفوا لي. ربنا يبارك فيكم ويحنن عليكم ويكفوهم شر المرض ويطول عمرهم ويجعل في ميزان حسناتهم ويبارك فيهم كما بارك في بحر النيل. كل اللي سبب وجاب قر ومشي خطوة لي مع مؤسسة فذكر. الأرقام على الشاشة والأرقام موجودة معانا. محتاجين نستكمل البيت للحاجة أم صباح، محتاجين نكمل عملية التكريم للحاجة أم صباح. حاجة أم صباح أم تستحق فعلا إن احنا نكرمها ونساعدها ونسعدها زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيساعدكم وهيسعدكم في الدنيا وفي الآخرة. شفنا طبعا التقرير. عايزه أأكد على مشاهدينا ان ارقام تليفون مؤسسه فذكر هي اللي بتنزل على الشاشه، دي مش ارقام تليفون البرنامج، دي ارقام تليفون المؤسسه عشان اي حد حابب ان هو يتواصل معاهم. تمام. طيب تعليقك يا شيخ احمد على التقرير. انا تعليقي اني يعني بعد الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسبنا، اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. اللي بيعمل خير وبيمشي في طريق الخير لازم يكمل فيه، لان من ذاق عرف. وطول ما انا عارف وشفت والله يعود من تصدق من اجل الله عز وجل يعوده دائما خير. واي حد يا اخواننا احنا بنقول جربوا، مع ان في الطاعه ما فيهاش حاجه اسمها جرب. أنا في الآخر سمعنا وأطعنا، يعني أنا مصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى، مش داخل من باب التجربة أشوف هتمشي ولا مش هتمشي. يعني أنا بصلي هشوف في راحة في قلبي ولا لو مفيش راحة مش مكمل، مفيش كده. هشوف صدقة هي جاية أضعاف ولا مش أضعاف، مفيش كده، لا يقينا جاي لك أضعاف فأنت مكمل. طب هو أنا مكمل في طريق الخير؟ كان دايما علمائنا يقولوا لنا كده، حتى يعني لو مفيش جنة ونار هب ذلك، كانوا يقولوا لنا كده، هب البعث لم تأتنا رسله. يعني ما فيش نبي جه وقال يا اخوانا في بعث، ما فيش بعث خلاص. تخيل كده، ما فيش نبي جه وقال كده، قالوا الحياة دي بنعيشها وبعدين هنموت وبعدين لا في جنة ولا في نار، ونتخيل ذلك. هنقعد كده نقول تقريبا ممكن يكون كده خلاص. وجاحمة النار لم تضرمي، يعني هب أن جاحمة النار لم تضرم. النار اللي هو الله عز وجل ألف عام مش عارف ايه حتى بيضت وسدت تعرفين وما فيش نار، نتخيل ذلك. أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ من الذي أنعم عليك؟ الله. من الذي أعطاك العين؟ الله. والأنف؟ الله. والجوارح؟ الله. هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ الله. طب اللي قبلك بالنعم دي مش تشكره؟ ولا انت منتظر برضو أنا هشكرك بس تدخلني الجنة؟ مفيش كده يا اخي. خل يقول لك كده، الله انعم عليك بنعم، من الواجب المستحق ان تشكر من؟ ان تشكر ربك، صح ولا ايه؟ فالذي اعطاك والذي رزقك والذي سواك، ما هو ربنا هو اللي عمل كل ده، صح ولا ايه؟ وهو اذا ما اضطر العبد لجأ الى ربه ومولاه سبحانه وتعالى فيعمل ايه؟ يقول اللهم لك الحمد. طب الشكر النعم دي ايه؟ ان انا بقول له يا رب، حتى كانوا يعلمونا كده، لما تيجي تاكل ما تسيبش لقمه، ها اصل تزول من وشك. طب اصل دي حبيبي ناس فقيره محتاجينها، انت الحمد لله محتاج فما تتبطرش على النعم. طب هو اعمل ايه؟ تاكلها بدل ما تقطع رغيف تاني، لا كل بقيه الرغيف ده
طب وبعد ما اكل الرغيف ده انت ممكن تشبع، يبقى الرغيف الثاني اقول لك الا ادلك على خير ممكن نتصدق به لفقير ومسكين. مش لاقي، بدل ما انت تقطع من هنا لقمه ومن هنا لقمه والباقي بترمي في الزباله، اصل ممكن تزول من وشك. خلي بالك، هو كذلك الامر كانوا بيعلمونا كده بالاسلوب البسيط العام بتاع ابائنا وامهاتنا ده. فربنا الكريم سبحانه وتعالى يقول لك خلي بالك، لئن شكرتم لأزيدنكم. لو انت شكرت النعمه، طب شكران النعمه بيكون بايه؟ بان تتصدق على عيال الله عز وجل. يا ربنا اداني مال فانا هتصدق. وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان لما يجي يبني المجتمع صلى الله عليه وسلم، يبني مجتمع قوي ويبني مجتمع متماسك، ما ينفعش يبقى فيه طبقه غنيه قوي وما لهاش علاقه بالطبقه الفقيره، ما فيش ربط ما بينهما، ما فيش وصل. امال ايه؟ انا ما هو انا مديك المال عشان تشعر باخيك الفقير اللي انت بتبص له دايما كده، وتبدأ تحنو عليه، تبدأ تطبطب عليه، ها؟ تبدأ تحوط على هذا الإنسان. فالإنسان لا يشعر أنه غريب أبدا في مجتمعه، لا يشعر أنه غريب أبدا في وطنه. بيقولوا لأحد الصالحين ماذا تركت لأولادك من بعدك؟ قال تركت لهم المسلمين. ما شاء الله، ناس بتقرأ القرآن فتنفذ، تقرأ كلام سيدنا النبي فتنفذ، صح كده ولا إيه؟ وذلك النبي أول مراح هاجر من مكة للمدينة تقريبا زي الحاجة ده، الله يبارك فيها يا رب ويديها الصحة والعافية. احنا محتاجين اللي هي احنا بنحاوط كلنا عليه، على اي فقير بقى، على اي فقير، مش لازم انسان بعيني. احنا محتاجين اللي احنا نحاوط. طب نعمل ايه يا رب؟ انا محتاج ان انا احافظ على النعمة عشان ما تزولش، فاعمل ايه؟ اتصدق ولو بجنيه. كانوا يقولوا لنا ما قدر جنيه تعطيه، او ما علمت ان الله يربيه فيراه صاحبه يوم القيامه كجبل احد افيرغب عن مثل هذا الخير احد. لا تخيل بقى ان مفيش لا جنه ولا نار ولا احد ولا غير احد ولا ثواب ولا حاجه، مفيش بعث. طب ويا اخي مش من الواجب اللي انت تشكر ربنا على النعم اللي اديها لك في الدنيا؟ ولا يبقى انت زي العبد الابق بتاخد الحاجه وتنكر؟ لا، احنا مش عاوزين كده. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعلم أصحابه الكرام ويعلم الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أعطاكم فلا بد أن تنفقوا على الفقراء والمساكين. ويروح قايل لنا اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. اللهم اجعلنا دايما الإيد العليا اللي تدي يا رب. يا رب يا رب. نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر. زي حضرتك يا امي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ حلوه. كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه. اخبارك تمام الحمد لله؟ الحمد لله. الحاجه اسمها الحاجه ام ايه؟ الحاجه ام ايه؟ حضرتك اسمك ايه؟ فاطمه. حاجه فاطمه؟ فاطمه عبد الستار. الله يحفظك يا حاجه فاطمه. احكي لنا يا حاجه فاطمه يعني عن ظروفك الصحيه، احكي لنا. ظروفك الصحيه عندك ايه؟ بتشتكي من ايه؟ من شفاء. ظروفك الصحية يعني ايه اللي وجعك؟ ايه اللي تعبك؟ رجلي. مالها رجليك؟ كده لها 15 سنة مش بقوم. معاك يا ولدي حاجة؟ معايا جوز رجالة في البيوت اللي ورا. اه بعدك الصحة كل واحد بيته، وانا مع راجلي، بس راجلي عامل عملية وراح يحل النهاردة. جوزك عامل عملية؟ انا والولية دي الصغيرة. اه وانا هي جاية بقى فوقية مع أربع عيال وأربع بنات. طب أنت محتاجة إيه يا حاجة؟ محتاجة إيه؟ إيه اللي أنت محتاجاه؟ مش محتاجة حاجة إلا ربنا بس. إحنا كلنا محتاجين من ربنا. إيه اللي محتاجاه من ربنا ومن أهل الخير؟ وأنتوا كلكم واجب. يعني في علاج معين بتاخديه؟ في وفي علاجات كتيرة باخدها، في علاج السكر وفي علاج الضغط. عندك كرسي يا حاجة بتقضي عليه حاجتك متحرك يعني بتروحي وبتجي بيه؟ لا. ولا بتتحرك ازاي؟ ساعد الحالة كده بصحف. بصحف على الارض؟ احبي يعني. اه بس ما عنديش كرسي يعني نقال تقعدي عليه وتمشي عليه؟ لا. يعني حاجة بجد صعبة جدا.
انا عايزه اقول بس انه مؤسسه فذكر يعني بتسهل على كل حد بيحاول ان هو يساعد، يعني مثلا مش لازم حد يقول انا هعمل سقف مثلا البيت ده كله، لا يعني هم عاملين اسهم، يعني السهم في سقف البيت ب 5000، ومثلا وصله الميه اللي هي بالعداد اللي بتدخل البيت ب 5000 الوصله الرسميه. وممكن اي حد عايز ان هو يقول لا انا مثلا معايا 1000 جنيه، انا معايا 500 جنيه، اي رقم معاه يقدر ان هو يساهم فيه. يعني عليه الصلاه والسلام، المهم ان احنا لما نشوف حاجه توجع القلب كده يعني نحاول نعمل اي حاجه، مش نقعد نتفرج. انت فكرتيني بواحد اسمه محمد بن عبدوس المالكي رضي الله عنه. شفتي الحاجه دي الكريمه حاجه فاطمه بيقول لها عاوزه ايه يا حاجه؟ قالت له عاوزه ربنا. حاله من حالات الرضا التام يعني. وهي مريضه، يعني هي تحتاج الى الدواء وتحتاج الى العلاج وتحتاج الى كساء وتحتاج الى الستر. شفنا حاله البيت عامل ازاي. محمد بن عبدوس الملك، شفت انت قلت حاجه توجع القلب، قال نفس الكلام سيدنا الامام محمد بن عبدوس ده المالكي، نفس الكلام. كان عنده بستان، الغله بتاعت البستان اللي هو المحصول يعني كان 100 دينار ذهب، ما يعادل 100 دينار ذهبي. 100 دينار يا أستاذة دعاء يعني 425,000 جرام من الذهب الخالص. نضرب بقى في كام؟ في السعر اللي موجود، أنا معرفش كام دلوقتي بس معدل 2000 أهو، فإحنا بنتكلم أكتر من 1,000,000 جنيه. فتصدق بغلة بستانه، الغلة كلها كلها في ليلة واحدة. ليلة واحدة. فقالوا له هو انت ليه عملت كده؟ قال اصل امبارح كنت في مكان فرأيت الفقراء والمساكين، فوالله ما ذاقت عيني غمضا غما على امتي، فقراء امتي محمد صلى الله عليه وسلم. فشال الايه؟ شال الهم. قلبه اتوجع فشال الهم رضي الله عنه. فهو يبقى السؤال، هو ما الهم الذي نحمله الان؟ عندك كسوة فالحمد لله، غيرك ما عندوش، ولا عاوز تزود؟ لا توقف دلوقتي، احنا في ظل غلاء فمش هنزود، اللي عندنا يكفينا بفضل الله واحنا راضيين بالحال. عاوز ايه؟ ما هو غيرك اللي انت كنت هتدفعه في كسوة تانية، روح ادفعه الى فقير ومسكين. روح شوف حاجة زي كده تحتاج الى يعني علاج. ممكن تشوف محتاج مستلزمات طبيه تقول والله انا، طب وانا مش قادر، ما هو انا فعلا مش قادر، ما حدش قال لك تبرع ب 5000 و 10000، احنا بنقول لك ولو بالقليل. سيدنا النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم قال ولو بشق تمره. اوعى تستقل القليل ابدا، لان القليل ده عند الله ايه؟ كثير. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال رب درهم سبق ايه؟ 1000. ده ازاي؟ درهم يسبق 1000؟ قالوا اه. واحد عنده درهمين دي كل ثروته، فتصدق بايه؟ نص. ده ادي الدرهم اللي هي نص الثروه. ففي النهايه انت تصدقت بايه؟ نص الثروه بتاعتي. طب التاني عنده 100,000، تصدقت بايه؟ ب 1000 اللي هو ايه؟ 10%، اللي هو ما كملش حتى اللي هو العش، يعني ما كملش النص، ما كملش الربع. فيقول لك اهو اللي تصدق بنص الثروه افضل. سبق. 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 وربنا سبحانه وتعالى كان دائما ما يحث دائما سبحانه وجل قال فاستبقوا الخيرات. ممكن دي فاستبقوا الخيرات، يعني احنا في امور الاخره لازم نتسابق مع بعض. في امور الاخره الالف والسين والتاء لما بتدخل على الفعل المضارع يا استاذه دعاء بيقولوا ايه؟ تفيد الطلب. فكان ربنا يطلب مننا ان احنا ايه؟ نبدا نتسابق كده عشان الى الخير. يعني ما تجيش في الخير وتروح ايه؟ تقول استنى هستنى. اصل فرصه الخير لما بتيجي ممكن ما تجيش مره تانية. طبعا. وفرصة الخير لما تيجي لا تعاوي. الراجل لما راح لسيدنا النبي عليه ممكن بسبب الصدقة دي، يعني واحد يبقى قاعد كده والشيطان عمال يوسوس له الآن وهو قاعد قدامنا بيشوفنا دلوقتي، اللي هو طب لما أقبض طب ممكن تموت النهاردة. ها هتقول إيه بقى؟ قال رب ارجعون. صح. طب ما بلاش، ما احنا فيها. عمال يوسوس. ممكن تكون الصدقة اللي هتدفعها دلوقتي حالا وانت بتسمعنا دلوقتي ممكن تكون سبب نجاة ليك ولأولادك في الدنيا والآخرة. صح؟ واحد يقول طب استنى هفكر، يبقى ماشي في الشارع فتحصل له لا قدر الله مصيبة. فيقول يا ريتني، ده أنا سمعت الحديث إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما هو دلوقتي. ما ينفعش اللي أنت تأخر. إشمعنى؟ لأن ربنا قال
وسارعوا، لأن ربنا قال فاستبقوا، لأن ربنا قال سابقوا. شوف كل ده بيدل على ليه؟ على التنافس في الخير وعلى المسابقة والإسراع. وحتى قالوا لنا كده يا أخي، في العجلة الندامة وفي التأني السلامة إلا في عمل الخير. صح. فاللي هو في التأني فيها هو اللي ما فيهوش سلام، ده الغلط. لكن العجلة في الخير هو اللي إيه؟ هو اللي فيها الإيه؟ فيها الخير كله. يعني أول ما نسمع على خير نجري عليه. نعم. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. شايلهم وشايلة 10 بنات، 10 بنات، 6 مني واربعة من واحدة تانية ماتت الله يرحمها ويسامح. احنا ماشيين تحت ايد ربنا بس عشان ربنا حتى ينور لنا بس دي. نشوف بها الطريق، نشوف بها الطريق. اوقات كتير لما بنتسأل عن حالنا بنقول تعبان، قرفان، مكتئب، الدنيا جاية عليا. لكن أوقات كتير ما بنقدرش نقول الحمد لله وتبقى طالعة من قلبنا. النهاردة احنا معانا نموذج في الرضا عن ربنا وعن أقدار ربنا عز وجل. تعالوا نشوف الحاجة نعيمة. يمكن واحنا ماشيين وبنشوف البيوت وحالها كده، يعني البيوت فعلا في بيوت بسيطة كتير، لكن ما فيش أبسط من البيت ده، بيت الحاجة نعيمة. يعني ولا سقف ولا حتى باب للبيت. ازيك يا حاجة نعيمة؟ الله يسلمك يا ابن الله. اخبار صحتك ايه؟ الله يبارك فيك يا ابن، الحمد لله. انت عايشة هنا انت ومين؟ ايوه عايشة انا ومرات ابني هنا. انت ومرات ابنك؟ ايوه. ومعاكي كم ولد ولا بنت؟ معايش انا معايا 6 بنات وجوز صبيان. الاربع الست بنات مجوزاهم وجوز صبيان، واحد قاعد في بيته والتاني قاعد معايا بيجري علينا. وانت زوجك فين يا حاجة؟ ميت والله، متوفي بقاله 20 سنة. وانت اللي شايلة البيت ده كله؟ اللي شايلهم وشايلة 10 بنات. 6 مني واربعة من واحدة تانية ماتت الله يرحمها ويسامح، وانا اللي شايل 10 بنات. يعني شلتي حتى بنات؟ ايوه شيلوا، ايوه شيلهم على راسي. بنات جوزك مش بناتك؟ ايوه شيلهم على راسي، ده بناتي مش بنات جوزي، ده بنات ابوهم اشيلهم على راسي. طيب انا عجبني المعنى قوي اللي الحاجة بتعمله، ربنا يديها الصحة ويبارك فيها، فكرة ان حتى بنات جوزها هي اللي شايلاهم وتقول انا اللي شايلهم. طيب احنا بقى واجبنا نشيلك يا حاجة. انا شايف كمان حتى البيت ملوش باب يا حاجة. الحمد لله والله نطرت، قعدنا وربنا قدرنا وقمنا والحمد لله وعايشين زي الخل. يعني لما بتمطر بتفضلوا قاعدين مكانكم المطر نازل؟ طب ما احنا بتمطر وهنروح فين؟ والله يا ابني هم اولاد الحلال، الشيخ عبد الله عمل لي جزء اوض حتى ما عملليش الحمام، والله الحمام رايق عليها. حمام مكشوف من فوق؟ ايوه حتى له بوص. انا شفت من شويه كده يعني معيز كانوا ماشيين، فالحاجه نعيمه قلت لها هم ليه جايين عايزين يدخلوا هنا؟ ميه يا حاج. هي بتحط لهم ميه هنا؟ ايوه حط معيز بتاعه الناس الثانيه بيجوا. أيوة. تحط لهم ميه عشان يشربوا. أيوة من عندها رغم ان البيت ما فيهوش ميه. احنا ماشيين تحت ايد ربنا بس، وماشيين تحت ايد ربنا سلام عشان ربنا حتى ينور لنا بس دي. نشوف بقى الطريق، عايزين بس النور والحال المستور من عندك يا رب. ربنا يبارك فيك يا حاجة ويديك الصحة ويعني يبارك في عمرك. قد ايه يا ست حنينة وطيبة وصبورة وحمولة، ما شاء الله مستحملة كتير وشايلة كتير وواخدة كل ده بكل بسمة وبكل رضا. وانا واثق ان شاء الله ان زي ما هي كده جدعة وصبورة وحمولة ومساعدة لكل الناس اللي حواليها، ان شاء الله ربنا يجعلنا كلنا سبب ونقدر نساعدها ونسعدها ان شاء الله. تواصلوا بإذن الله مع مؤسسة فذكر، وبإذن الله مع بعض نقدر نسعد ونساعد الحاجة نعيمة. شفنا طبعا التقرير، ودايما بفكركم انه ارقام تليفون مؤسسة فذكر هي اللي موجودة على الشاشة عشان اي حد حابب ان هو يتواصل معاهم، وانه المؤسسة بتعمل مجهود كبير جدا قبل ما نشوف الحالات دي على الشاشة، ان هي بتعمل دراسة للحالة وبيبدأوا يختاروا من الحالات دي الحالات المستحقة، وبعد كده يختاروا الحالات الأكثر استحقاقا ويبدأوا يصوروا معها التقارير اللي احنا بنشوفها، وان شاء الله نقدر ان احنا نساعدهم ونشوف بقى بعد كده التقارير مختلفة وهم فرحانين والبيوت بتاعتهم معمولة وان هم متعالجين وعندهم المية والسقف، ونحاول نحسسهم بالأمان.
الصالحين، وزي ما دايما بنقول ربنا يجعلنا دايما الايد العليا اللي تدي، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. وهو من جبر وجبر يا استاذه دعاء، يعني ست زي كده لما كانت هي بتجبر حتى الحيوانات، يعني حتى اولاد جوزها البنات، فمن جبر جبر ومن اسعد غيره سعد واسعد. وربنا سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن اشد الحاجات اللي بيحتاجها الانسان ان هو يحتاج الى سكن يقيه من الحر والبرد، صح؟ ولذلك العلماء عليهم رحمه الله لما تكلموا هو ينفع ان انا ادي الزكاه لواحده زي الحاجه نعيمه مثلا اسقف لها بيت ولا بتاع؟ قالوا اه، ايه المانع؟ طب وقالوا ليه يا اخوانا؟ قالوا اصل المسكن ده من اشد الحاجات التي يحتاجها الانسان، والا الانسان ده المسكن ده هو اللي هيستره. احنا ما بنقولش الرفاهيه، ولكن احنا بنتكلم على ايه؟ على ما يقيه من الحر والايه؟ والبرد. هو ده اللي احنا بنقوله. فالزكاه تدفع في مثل هذا؟ تدفع. تدفع. وانا بقول تاني اهو، وانت بتدفع الزكاه يجب على الانسان ان يتيقن. يعني انا بحط ده في المكان الصحيح. طب تعالى يا مؤسسه تذكر، بتحط ده؟ طب انت عندك حساب بنكي؟ عندي حساب بنكي. طب عندك حساب بريدي؟ عندي حساب بريدي. يعني الحسابات دي بتبدا تشرف عليها الدوله؟ ايوه تشرف عليها الدوله. يعني انا فلوسي مش ضايع؟ لا الحمد لله مش ضايع بفضل الله، الضامن بالدوله في الحته دي. فانفع يا مولانا للفقير ده؟ ما هو فقير ومسكين. ما هو ده، لو الحاجه دي عندها كانت تحتاجت الى الناس؟ ابدا. والله في عون العبد ما كان العبد فين؟ في عون اخيه. وزي ما قال مهند كده، احنا محتاجين ايه؟ اللي احنا نسعدها زي ما هي بتسعد الاخرين. نعم. ربنا يقدرنا كده دايما ونكبر بخاطر كل الناس المحتاجين يا رب. تعالوا مشاهدينا نشوف تقرير خير ونرجع نعلق عليه مؤسسة فذكر. اللهم نزل قدام متعوقين ونزل تجارت عليهم كتير، لقيت ما فيش فايدة. الولد ده وديته وقال الولد ده من بيسمع مالوش علاج عندي. والبنت كنت بروح لك من الجامعة كان بيتعبها وترجع وتترمي في الأرض. عايز تفرح فرح غيرك، عايز تتستر استر غيرك، عايز ربنا يجبر بخاطرك اجبر بخاطر الناس. معادلة سهلة وبسيطة، اللي بتقدمه بتلاقيه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مشوار خير جديد بنبدأه مع مؤسسة فذكر، توكلنا على الله. عارفين الست اللي بميت راجل؟ هي أم حميد نموذج للست الجدعة المثابرة المكافحة اللي شالت ولادها وقفت جنبهم وقفت معاهم رغم الظروف اللي هي فيها. ازيك يا ام حميد؟ الله يخليك يا ابني. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله بخير. كلميني عن حميد والله هم نزلوا قدام متعوقين ونزل تجارت عليهم كتير، لقيت ما فيش فايده. اتولدوا باعاقه؟ ايوه. قاعد على بجرى على مجيب شويه السمك الصبح راح السباب وبصرف عليهم. طب وجوز حضرتك فين؟ متجوز. اتجوزوا سابكم؟ ايوه. من امتى؟ من قد ايه؟ من قالوا اكتر من 23 سنه. 23 سنه؟ يعني هو كده مجوز ولده كمان. وانت اللي شايله بقى ولادي؟ وانا اللي شايلهم والله يا ابني. طب بياخدوا اي علاج دلوقتي ولا خلاص كده؟ والله خدوا علاج الولد ده وديته وقال الولد ده من بيسمع مالوش علاج عندي. والبنت كنت بروح لك من الجامعه كان بيتعبها وترجع وتترمي في الارض. فلما لقيته بقى كده والعلاج بيتعبها ما عامش عليها اي علاج خالص، انا بسيبها كده واطلع بشويه السمك واعود اخر النهار. طب ولما انت بتشتغلي مين اللي بيخلي بالهم يعني من الاولاد؟ ما انا بقى بشتغل بطلع الساعه 8 الصبح ممكن اتوتي لسه والله ده بقى جايهم. وترجعي تخلي بالك منهم بقى؟ برجع بقى انا كل خير ابدر اوكلهم واشربهم واطلع اجي العصر اجي الظهر بيهم. محدش بيساعدك ولا حد واقف معاكي معاهم ولا والله ما حد بيساعدنا الا ربنا هو اللي واقف جاري. طب وليه انت محتاجه ايه يا ام حميد؟ والله نفسي بس الولد ده ربنا عمه معاه طول نص سنين لما العيال مش مرتاحين مع ولادهم هنا في البيت. عمه معاه طول نص نفسي ونمنع عليه يكفكش مشهر المرتب نقولي بس. يعني عمهم ادالكم نص قيراط؟ أيوة. بس مش مبني يعني ارض؟ مش مبني. فانت نفسك تبني عشان تتستري انت وولادك فيه؟ انا واحد بس عالم العمر كله علشان بس انت عارف يا معايير كده وكده بيقعدوا يضحكوا عالم وكده. ربنا يقدرك يا ام حميد، وانتي ست جدعه يعني وست حموله. ربنا يقدرك عليهم ويتقبل منك اللي انت عملتيه معاهم،
وكل امل ان احنا ان شاء الله نقدر نقف معاها في 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 المحنه دي، وعلى قد ما هي جدعه احنا كمان نكون جدعان معاها، على قد ما هي ست مثابره وحموله نكون احنا كمان على قد اللي هي فيه وعلى قد قصتها اللي كلها بطوله، ونعينها مع اولادها، ولو نقدر ان شاء الله نبني لها البيت نساعدها في امور المعيشه مع اولادها، وربنا يقدرنا جميعا. شفنا طبعا حالتها وولادها مرضى ومحتاجين علاج، وشفنا مش بس يعني مرضى كأنه يعني مش بيت اصلا يعني المرض والفقر والمسكنه واليتم يعني. ويكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام، تعرفين احيانا حد يعني اذا كفل الحاله زي كده استاذه دعاء، شوفي واحد راح يشكو للنبي عليه الصلاه والسلام قسوه قلبه وبيشكو حاله بتاع وقلبي يا رسول الله والقسوه، وكلنا بنشكو هذا صح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. شوف بقى أنت محتاج إيه. فاللي هيتصدق واللي هيساعد حاجة زي كده، عندها فقراء ومساكين، هم فقراء ومساكين وناس أيتام ومش لاقيين غير بقى أنه هيسترهم. وهو أنا أشكو من قسوة القلب وأشكو أن أنا بدعو ربنا وما فيش حاجة بتستجاب. أنا أظن أن يعني أنا شايف أنها ما فيش حاجة تحققت إلى الآن، ما اعرفش استجابت ولا لا، بس ما تحققتش. فانا محتاج ان انا ادرك حاجتي. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول حاله زي كده ممكن ايه الله عز وجل يروح يشوف يقول كده ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تدرك الحاجه بتاعتك. طب وقلب القاسي ده ربنا يلينه لك، يبقى اعمل ايه؟ اطعمه من طعامك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يلين قلبك وتدرك حاجتك. فمحتاجين اللي احنا نلين بقى القلب ده وندرك حاجاتنا ونقف بجانب هذه المرأة. وهي الست يعني سبحان الله طلبة الستر، يعني طلبة يعني الستر طلبة هي وولادها في بيت، يعني مش طماعة. يعني هي أولا هي ست بنت راجل فعلا، لأن هي ربت هؤلاء، وهي اللي بتطلع من الصبح وبالليل بتبيع شوية سمك ولا بتاع عشان تجيب لهم لقمة حلال، لكن مش قادرة مع متطلبات الحياة والمعيشة مش قادرة تكفي طبعا، فهي عاوزة تتستر تقعد في بيت عمهم جزاه الله خيرا اللي هو اتبرع لهم بالأرض، بس هو ده جهد المقل. مش قادر أبني بعد كده، طب أعمل إيه تاني؟ طب في أين البال اللي هو أهل الله؟ فين فين أهل الخير؟ مش اللي معاهم فلوس دول هم المفروض هم ما دول أهل الخير صح كده ولا إيه؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر أن من يتصدق بشره بالأجر العظيم والثواب الجزيل في الدنيا وفي الآخرة. عايزة أفكر مشاهدينا مرة تانية بأرقام تليفون مؤسسة فذكر موجودة على الشاشة عشان أي حد حابب أن هو يتواصل معاهم ويساعد حالة من الحالات اللي بنعرضها، أو يحط فلوس الزكاة بتاعته، فلوس الصدقة، يعمل صدقة جارية، في عندهم أنشطة كتير ومختلفة. وتعالوا نشوف مع بعض آخر تقرير ونرجع لكم مرة تانية. نفسي أعمل العملية عشان أشوف كويس. نفسي أعمل العملية عشان أشوف كويس. أجمل حاجة في الدنيا إنك تعيش بنية طيبة وقلب أبيض بيتمنى الخير للناس كلها، تدي بحب وتساعد باللي تقدر عليه، ولو بكلمة طيبة ولو بضحكة ترسمها على وشوش الناس. إحنا بنحاول نعمل ده وحضراتكم شركائنا في الخير. مشوار خير جديد بنبدأه مع مؤسسة فذكر، توكلنا على الله. احنا موجودين النهاردة مع ندى البنوتة الجميلة دي ومع والدتها، نسألهم كده ونشوف يعني هم محتاجين ايه. ازيك يا ام ندى؟ الله يسلمك يا استاذ. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. صحتك عاملة ايه؟ الحمد لله والله. ايه مالها ندى؟ احنا عايزين نعمل لها عملية، عاملين لها واحدة وعايزين ان شاء الله ربنا يسهل الحال ونعمل لها التانية. هي عايزة عملية قرنية صح؟ قرنية ايوه. هي عاملة هي ايه مشكلتها؟ اتولدت كده هي يعني؟ ايوه اتولدت كده، بس ربنا كرمنا يعني الدكاترة قال في امل يعني ولها عملية وربنا كرمنا برضو بولاد الحلال اللي زيكم برضو كده عملوا لها برضو عين، وانتوا بقى ربنا يسهل. في ناس ساعدوا وندى أيوة عملت عين ودلوقتي أيوة بتشوف بعين. ايوه الحمد لله يعني بتشوفي جمتر قدامها. ما شاء الله. بس بقول الحمد لله احسن من ما فيش خالص. الحمد لله. وانتوا ظروفكم المعيشيه عامله ايه يا منى؟ تمام مستوره الحمد لله. لا الحمد لله
مستور الحمد لله. يعني كل اللي احنا محتاجينه، واحنا مش عايزين حاجه من الدنيا الا بس دي تعمل عمليتها. الحمد لله يا رب. ربنا يقدرك يا رب ان شاء الله. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ حلوه الحمد لله. حلوه جميله، ده انت حلوه وجميله كمان. اخبارك ايه؟ بتروحي المدرسه؟ انا سمعت ان انت لسه جايه من المدرسه. ايوه. اخبارك ايه في المدرسه؟ شاطره ولا ايه؟ ولا نص نص؟ لا شاطره. شاطره؟ ايوه. ده ماما بتقول ان انت اشطر واحده في المدرسه ما شاء الله. اكتر ماده بتحبيها ايه يا ندى؟ كله بتحبيه؟ ايوه. شاطره ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ندى. شفنا ندى البنوته الجميله، ربنا يبارك فيها ويحفظها ويخليها لاهلها. محتاجه بس زراعه القرنيه، هي عمليه طبعا يعني صعبه شويه، لكن هي عملت عمليه والحمد لله نجحت، وفاضل عين محتاجه برضو زراعه القرنيه. كل امل ان احنا ان شاء الله نقدر نساعدها، كل واحد باللي يقدر عليه. اه هي العمليه ممكن تكون غاليه شويه، 40 او 50 الف تقريبا على حد علمي، لكن ممكن حد من اطباء مصر المسارعين في الخير يقول خلاص انا هتبنى يعني حاله ندى وهرجع لها نور عينيها من تاني. ربنا يبارك فيها ويحفظها ويقر عين اهلها بيها ويفرحهم بيها، وكلنا ان شاء الله نساعد في ده علشان يعني يكون في ميزان حسناتنا كلنا. ضمن أنشطة مؤسسة فذكر واللي هم عاملين اهتمام كبير للمرض والصحة والعلاج والعمليات، ربنا يقدره يا رب. وأنا عاوز أقول إن كل واحد عنده عينين وربنا أكرمه بنعمة البصر يحمد ربنا عليه، الحمد لله، ويقول اللهم لك الحمد، ويشكر ربنا ويطاع ربنا فلا ينظر إلى الحرام، ويبدأ يعاون غيره. يعني واحدة بنت زي الله يحفظها يا رب ويشفيها ويعافيها، عفى ربنا لما أنعم على العبد قال إيه؟ ألم نجعل له عينين. ده نعمة عظيمة جدا أنعم الله عز وجل. ربنا هو اللي قال قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والسمع والإيه؟ والإيه؟ أبصار والأفئدة، بس قال إيه؟ قليلا ما تشكرون. للأسف الشديد، للأسف الشديد كتير من الناس ربنا مدها النعم وهي ما بتحافظش على النعم. طب أنا محتاج إن أنا أحافظ، ربنا اداني النعمة الحمد لله، ومحتاج إن ربنا يحفظ علي هذه النعمة، لأن هو ده اللي بنشوف بيها وهو اللي بنتحرك بيها بالعين، نعمة العين، عشان نعرف قد ايه ربنا اكرمنا بهذه النعمه العظيمه جدا. فنحتاج ان انا اشكر ربنا، اقف مع بنت زي ربنا يحفظها ندى دي، اللي انا اقول والله انا متكفل بالعمليه، انا بساهم في جزء من العمليه. هي بتقول انا محتاجه دي بس، يعني امها الكريمه مش طماعه، ده بتقول انا محتاجه بس عشان تشوف حياتها فيما بعد، ولما تشوف حياتها فيما بعد كل ده طول ما هي موجودة في ميزان حسنات المتصدق. أسأل الله عز وجل أن يجعل لهذا الكلام آذانا مصغية. آمين. اللهم آمين. آمين. بشكرك جدا شيخ أحمد في نهاية الحلقة، وبشكر مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.